اما هلا سمر فمحطتنا رح نروح فيها للديكور. كتير اوقات بنحتار بترتيب بيتنا كيف ممكن يكون، موضة كتير متنوعة كمان ايضا ستايلات بتصميم الديكورات المنزلية والمنازل. اليوم رح نروح لطابع شرقي مميز، كيف دخل الخط العربي ضمن تصميم الديكور والمنازل والمكاتب. رح نتعرف اكثر على هذا الموضوع اكيد مع ضيفنا بالاستوديو مهندس العمارة واختصاصي الديكور نوار الحموي. يسعد صباحك، اهلا وسهلا بونجور، فيك صباح نوار. الخير، كيفكم؟ يعني اليوم هيك موضوعنا شوي له طابع شرقي. خلي لي اكيد اكيد. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي عن بدايتك، كيف حبيت الموضه تروجها اكثر بالخط العربي الشرقي؟ خلينا نحكي عن القطع المتميزه اللي جايبها معنا معك على الاستديو. اوكي. هلا دائما في شيء جديد، دائما الديكور والعمارة، أو خلينا نحكي بالديكور، هو يوميا في شيء جديد. الأفكار بتجي، البلورة لقلب مع التجريب مع الممارسة بتظهر. بخضم هالتكنولوجيا الجديدة هي دائما الإنسان بيتمنى يرجع للتراث شوي. دائما أي واحد منا بيتمنى يكون في عنده ببيته قطعة من القديم، من بيت أجداده، أهله القدام، الضيعة، القصص القديمة يعني. بس كيف فينا نستخدمها بلا ما تكون مبينة كتير عتيقة أو مانا مشذبة؟ فهون إجت فكرة الخط العربي. في ناس بتحب الشعر، في ناس بتحب الآيات القرآنية، في ناس بتحب هالقصص، هدول كل شيء مكتوب بالخط العربي. طب كيف فينا نحن ندخلهم بالديكور بلا ما يكونوا كتير اوفر او يكونوا مانن ضمن الخطوط المنسجمه مع الديكور؟ اول شيء بلشت فيه شو هو؟ شو كان؟ شو مثلا اذا بتتذكر الجمله اللي كتبتها شو كانت؟ اول جمله كتبتها كانت هي عباره عن بتقول هي: ما ندمت على صدق سكوتي ولكن ندمت على الكلام مرارا. كتبتها بالخط الكوفي المربع. طبعا احنا بنعرف انه الخط العربي له كذا انواع: الكوفي، الثلث، النسخ، الديواني، الرقعي، الفارسي حتى. فانا اخترت الكوفي المربع وتشابكهم ببعضهم بحيث يعطوا لوحه بشكل مستطيل. حلاوي بالخط العربي انه مهما زخرفتي، مهما ابدعتي بتغيير منحنياته او زخرفته، ما بيفقد شكله، الحرف ما بيفقد معناه، غير الخط الأجنبي اللي هو نوعا ما جامد أو نوعا ما بيفقد معناه إذا تغيرت زخرفته أو خطوطه. الخط العربي دائما بيمتاز بهالقصص، وبيساعد مهندس العمارة والديكور بأنه يخلق فيه، بأنه ياخذ منه ومن خطوطه ومن شكله شغلات، يعمل منها طاولة، يعمل منها لوحة، يعمل منها ديكور بالحيط، بس مجرد لوحة. تفضل. يعني نوار، نحن عم نشوف هلا ونحن عم نحكي صور من تصميماتك واللي هي دخلت فيها الزخرفة الشرقية والخط العربي ضمن الديكور. خلينا نحكي شوي عن المواد اللي بتم استخدامها. يعني عادة الناس بتحب انه هي تزين بيتها بشيء مختلف، ولكن بيكون في اسئلة كتير بتتراودون، شو نوع الخامة اللي انا ممكن دخلها على قطعة ببيتي لحتى تعطيني هذا الزخرفة؟ نحكي شوي هيك اختصاصي. كل المواد ست سلمى، كل المواد: النحاس، الخشب الملبس ورق فضة، ورق ذهب، حتى القماش أحيانا ممكن نشتغل فيه. حتى أنا هلأ إذا منتبه هون في مادة اسمها البليكسي المرايا، كمان ممكن استخدمه الإنسان. بس بده يخلق شيء، كل المواد ممكن يوظفها، كل المواد ممكن يوظفها لتعمل شيء حلو. والخط العربي أي شيء ممكن توظفيه لتكتبي فيه، كله بيكون مطواع معك مثل ما بنقول بنفس الطريقة، ولا في خامة بتكون خلينا نقول مطواعة أكثر من خامة تانية؟ في خط بيفرق عن خط. الخط اللي فيه تشكيل كتير أنا ما فيني استخدم فيه نحاس. ليش؟ لأنه التشكيل ما فيني لزقه بالحرف، مضطر وقتها أني أعمل له أرضية. يعني وقتها بدي استخدم الخشب، وكيف بيحطوا الصدف جوات الخشب بيطعموه تطعيم. أحيانا بدي استخدم الخشب لحتى انسج هالخط بشكل استخدم التشكيل تبعه. نحن ميزة الخط العربي التشكيل تبعه كمان، يعني الفتحة، الضم، الكسرة، السكون، الشدة، هالقصص، هدول هن اللي بيزخرفوا الشغل. فنحن هون مضطرين نستخدم هالقصص بالخط العربي وقت اللي بيكون في مادة الخشب أو النحاس. حتى في مواد ممكن
تكون مطواعة لحتى استخدم هالتشكيل اللي هو ما انه ملتصق بالحرف اكثر من مواد تانية، بس بشكل عام كل المواد مطواعة لحتى استخدمها. خلينا نحكي عن تصميمك المميز للاكسسوار، خلينا نحكي عن قطعة هون انت صممتها، خلينا نحكي كيف اقبال العالم على الشناطي او الاكسسوار المكتوبة بالخط العربي. رح اقول لك شغلي، اول شيء انا هالقطع هدول خطرت على بالي الفكره من ورا ست سلمى، لانه هي اللي كانت اول ما استضافتني، وكان لها الفضل علي انه اطلع على الاخباري السوري، والي الشرف طبعا. فاجت الفكره انه كيف بدي رد اللون الجميل لسلمى، نرمين، ليا، الصبايا كلهم. تمام. فضمن الافكار اللي كنت ما اعملها اني اعمل لهم شيء باسمه. تمام. بس هني صبايا وبدي اعمل لهم شيء انه ممكن يلبسوه خلال اليوم. فكانت لأول شيء لسلمى ونرمين ولي، عملت لهم هدول السماء أخذون على فكرة. وبعدين طرحتهم على صفحتي على الفيسبوك أو على الإنستغرام، وبلشت الأمور تأخذ مجال كبير، يعني صار ما بقى هدي، يعني بلشت مع سلمى وتشجيع سلمى، وبعدين صار لك بسمتك الخاصة وخطتك هيك. سلمى شو رأيك أنت بهالكلام؟ قديش كلام حلو وكتير كبير يعني. هلا بالعموم يعني مثل ما قال نوار ببداية حديثه، اللي بيكون عنده فكرة أو فن ما بيتوقف. فنوار مو بس بالهندسة الديكور، لك مجالات متعددة، ولكن حتى تصميمك كنت حريص إنه يكون فيه شيء من شغلك. فقلنا على المادة المستخدمة اللي هي مادة البلكسي، إذا فينا نمسك واحدة ونشرحها على الكاميرا لحتى نبين شوي خليني أقول المواد اللي مصنوعة منها، لأنه بالعموم بالسوق ممكن نشوف الشيء المطبوع اللي هو حرف مطبوع كتابة، ولكن مو مصمم بهي الطريقة. ممكن الكاميرا تساعدنا شوي وتأخذ لقطة قريبة. وين كاميرتك؟ هاي كاميرتك لحتى نشوف كيف آلية التصميم. إذا انتبهنا أنه هي ملبسه جلد، والاسم واللي هو اسم لايا، أكيد نصبح عليها إذا عم تشوفنا. ونجوبني لا صباح الخير. فهو البلكسي هون جواته محفور مشان ما توقع على القطعة، وطبعا من جوا مبطن، عملته مبطن من جوا بشاموا من نفس اللون قريب عليه. وانا ضد، يعني انا ما بدي اشوه الكتابي بمسكي، لهيك انا ما عملت له مسكي، عملته مغناطيس. قديش اخذت منك وقت؟ قديش مثلا اذا هلا مثلا صبيه قالت لك انا بدي هاللون هالكذا، انت بتعمل بتصمم للصبيه حسب الشكل اللي هي بتختاره، حسب ولا لك انت نظرتك الخاصه وخطك اللي انت عامله لحالك؟ لا في كتير صبايا بيقولوا لي على الافكار، يعني في صبايا بيقولوا لي بدنا اسم ولادي على لون ابيض، بدي اسم من جهه واسم تاني من جهه تانية، من جهة تانية بدي اياه يكون قياس، في صبايا مثلا بدي اياه يساعد تاب، بدي واحد صغير للمناسبات، اسود، اي شيء هني بيقترحوه انا بعمله وبس. يعني فالقصة اخذت مجال وقابل للتوسع، يعني حتى هلا متجه لفكره ثانيه غير كتابه الاسم، انه اكتب شيء ثاني، عبارات ثانيه. يمكن معنا صور رح تظهر بعد شوي عن هذا الموضوع. صرنا نشوف يعني الناس تطلب طبعا اسم بلدنا سوريا نعم. تطلب اسماء مثلا اولادها، احيانا اسماء شيء جمله معينه هي بتكون حاببتها. هذا الشيء بخلينا نقول هل الحجم رح يتم ثابت ولا ممكن انت تغير الحجم تبعا، لا او في تصميم ببالك غير الحقائب يعني؟ هلا في كتير ناس بيقولوا لي بدنا اياه يساعد تاب تبعنا، التاب اللي هو تاب المؤقت، فبضطر اني وسعه. في ناس اللي ما بدي اياه كل هالقد عريض، بدي اياه اضيق، فممكن ضيقه. هلا في ناس طلبوه دائري، فعن جديد عم اعمل دائري، بس بشكل عام الاغلبيه عم يطلبوا اللي انا عامله بشكل عام. يعني هي القطع كتير مميزة. خلينا نحكي على أنسب التصاميم بغرف النوم بالصالون اللي بتناسب كل بيت. البيت الكبير شو بتنصحون، والبيت الصغير مثلا ننصحهم بالألوان والخط العربي لازم مثلا يكون بحيط واحد؟ خلينا نسمع أكثر من نصيحة على ديكور طبعا المنزل. أنا كونه هو شيء يعني مميز وبيلفت نظر، أنا بفضل يكون بمنطقة واحدة، بيت يعني بحيط واحد، ما يكون مشتت بكل المحلات، ويكون الألوان طبعا لنوع الفرش، للون الفرش، يعني مثلا فرضا هذا اللون البيج، يعني خلينا نكون معه كمان بيج، والكتابة تكون بالذهبي مثلا او بالفضي، ما أنا قصة. بس انا بغرف النوم ما بعتقد يحطوه كثير العالم، لانه هو مادة اظهار، يعني هو مادة للناس يشوفوا، يعني الضيوف او هيك شيء، ما بعتقد الانسان كثير بيحب انه
بغرفته نوعا ما لها خصوصيتها، أو بالمطبخ أكيد لا. أو عم نشوف حتى مثلا بتصميم اللمبادرات عم بيكون الخط العربي له وجود، حتى بالطاولات كمان خلينا نحكي عنه بشكل أكبر. توسع كتير وأخذ مجاله بشكل ملفت للنظر بالفترة الأخيرة. يعني برجع بقلك الخط العربي متواع جدا، غير الخط الأجنبي أو الإنجليزي أو الفرنسي أو هيك شيء. كتير أخذ، بحيث أنه طاولة السفرة نستخدم عليها تكون لوحات، احيانا صمديات مثل ما هي، ما لها اي وظيفه غير انه شكل، نطلب انه ننعمل ينعمل منها بالخط العربي. اللامبادرات مثل ما تفضلتي حضرتك، والسجاد احيانا بينعمل بس اللي بيتعلق على الحيط مشان ما يدعس عليه كثير. كثير اخذ مجاله اكيد بشكل كثير حلو. طيب نوار، احيانا الناس بتعمل شيء وبعد فتره بتمل منه او طبعا بتحب انه هي تغيره بالعموم، او ممكن انا اخذ بيت يكون موجود فيه هذا التصميم الشرقي وانا بدي غيره، هل هذا الشيء سهل مع ادخال الخط العربي؟ دائما لما كنا نحكي عن انواع متعدده من الديكور، اما الحجر او غيره، كنا نقول في تصاميم صعب الواحد يغيرها، لازم صح وقت بده يقرر يكون حذر لانه لا طبعا. هل هذا الشيء بينطبق على يعني هلا اذا انا كاتب بالعربي على طاوله سفره مثلا لفرضا، والشخص بده هالطاوله بس بده انه نفس الشكل بس ما بده يكتب عليها بالعربي، ممكن كثير انه ترجع تنبخ وتتعبى، تتمعجن، تتسكر المحلات اذا في فتحات او كذا. يعني افترض الطاوله مثل هي فرضا وهي محفورة ونازلة فيها هيك، فأنا بمعجن هالمنطقة هي، يعني البخاخ اللي هو هي بمعجنه ومنطرها فترة وبترجع بتنبخ وبتروح هالقصة، مع العلم أني بشك أنه حدا يكون حابب يتخلى عن هالبصمة هي، بس ممكن كمان يمكن يكون شخص ما بيحب هالحركات هي. بس اللوحات ممكن تنشال، الكتابة على الحيطان رح تكون بالدهان أو بشي كم، يعني سهل كتير أنه ينشال هالديمومته. لا ما أنا يعني ما أنا أزلي بمعنى إنه الواحد يتركه ويخاف إنه ينشال، لا بينشال ما أنا هالقصة يعني. أكيد لك بصمة كتير حلوة، نتمنى لك أكيد التوفيق، نتمنى لك أكيد كمان التميز والتألق دائما. شكرا لوجودك معنا سلمى، شكرا لك دائما.